معنا مباشرة عبر الهاتف من النمسا دكتور سامي الجنابي مفكر إسلامي. أهلا وسهلا بك دكتور سامي. يعني المجمع الفقهي في الأمس وجه دعوة إلى جميع المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات، واليوم رئيس المجمع أيضا يواصل هذه الدعوات وسط مشاركات يعني متدنية بحسب المفوضية للناخبين ومشاركة انتخابية قليلة. برأيك ما سبب أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للعراق، بالنسبة للمواطنين العراقيين؟ شكرا جزيلا، تحياتي لكم ولمشاهدي الفلوجة الكرام. الحقيقة احنا نواجه ما استطيع ان اسميه جريمة الأغلبية الصامتة. نعم، الأغلبية الصامتة في العراق قد تصل نسبتها خاصة من أهل السنة، أقصد في المناطق والمحافظات السنية وفي بغداد تحديدا، قد تصل نسبتها إلى 90%. هؤلاء صامتون صمت القبور. هذه الصامتة تكتفي ومنذ 14 سنة بالتفرج على مشهد التدمير المنهج في العراق، وهي تقوم بأدنى جهد لإطفائه. نعم. وفي ذات الوقت ليس عندها اي تغيير في المقاطعه السلبيه. طبعا هذا امعان في التيه، امعان في الضياع، وهي ليست حلا بديعا نهائيا. والاغلبيه للاسف هذه استمرت السكوت والسلبيه والهروب من المواجهه. نعم. وما تمتلك اي مبادره. احنا ندعو هذه الاغلبيه الصامته الى الخروج من البيوت، وكفى نوما وكفى سباتا وكفى تعللا وكفى كسلا. نعم. احنا الان نريد من الاخ العربي العراقي السني الشهم ان يخرج من بيته ويقوم بدوره، الدور الايجابي، ويحاول التغيير. التغيير لا يمكن ان يكون لا بدعاء، وانا اقول لكم اياها، ولا بفتوى ولا باي كلام اخر. التغيير يقوم بالحركه. احنا نشوف الان مثلا الدول الاوروبيه ما عندهم لا فتاوى ولا مجامع فقهيه ولا مشايخ ولا معممين ولا حتى يعني باباوات يدعونهم انتخاب. الفرد يشعر ان هذا حقه وانه يجب ان يمارس هذا الحق، وبالتالي يجب على الجميع الخروج لممارسه هذا الحق ومحاوله التغيير. وبعضهم يقول لي مثلا هناك دعايه تقول ان هناك تزوير. طبعا راح يصير تزوير حبيبي، التزوير راح يصير عن طريق الورقه اللي انت راح تتركها فارغه بسبب ذكائك المفرط. نعم. العلماء والدعاة والسياسيين كلهم يقولون اخرج اخرج اخرج، وانت تصر على ترك الورقه فارغه فيستغلها الخصماء. احنا ندعو حقيقه الى الخروج، وندعو اليوم ولاربع سنوات قادمه نقول للناخب انت لا تشعر بوجودك السياسي حتى ترفع صوتك وتمارس حقك بالانتخاب. نعم. وبالتالي لا ينبغي لأي إنسان أن يجلس في بيته، الجلوس ليس فيه أي تأثير، وما حد داير لك بال، أنت إذا قعدت وما قعدت ويعني وحكيت وانتقدت الوضع، ما حد داير لك بال، العملية السياسية ماشية. شوف، وأنا أقول لكل العراق العملية. ألو؟ نعم معك. هل تسمعني دكتور سامي؟ أي نعم نعم. إذن كنا نتحدث عن ضرورة مشاركة العراقيين في العملية الانتخابية. الآن لم يتبقى على الانتخابات سوى ساعات قليلة، ما هي الرسالة التي توجهها للعراقيين على الرغم من العثرات الكثيرة التي واجهوها في هذا اليوم الانتخابي؟ في الحقيقة احنا نواجه مشكلة بالأغلبية الصامتة. الأغلبية الصامتة ترتكب من حيث لا تشعر في حق نفسها وفي حق العراق. الأغلبية الصامتة وخاصة السنة في العراق اللي يتكلم بصراحة قد تصل نسبتهم هي في بعض المحافظات. نعم. وتكتفي ومنذ 14 سنة بالتفرج على مشهد التدمير الممنهج في العراق. نعم. وهي تعرف حقيقة من وراء ذلك وترى الحقيقة ولا تقوم بأدنى جهد لإطفائه. وفي نفس الوقت يعني هذه الاغلبيه ما عندها اي بديل قابل للعمل والتطبيق، وتمعن في التيه وفي الضياع، وتحرص الاخرين على التفريط والاحباط. الاعتقاد ان هذه الاغلبيه الاهوان لها ان تخرج من هذا الصمت وان تفدي برايها وتمارس حقها
وتزحف الى صناديق الاقتراع بكثافه كبيره جدا لتغيير معادله سياسيه في العراق. نعم. كفى جلوسا وكفى كسلا. هذا لا ينفع. بعضهم يقول لي مثلا والله يعني اشوف ان هناك تهديد. نعم راح يكون. انت تدفع في الانتخاب ورقتك راح تدور بالتاكيد. وكنت تساهم بشكل او باخر. يعني اللي غير انتخب وانتخب. لكن شو انتخب؟ انتخب خصوصا في الاثنين. في تزوير ارادته. وبالتالي انا جميع الخروج الان. ليس هناك اي حل في العراق سوى هذا الطريق. طريق الانتخابات. وكثير من هؤلاء لما ارسل هو البديل يسكت، ما عنده اي بديل. فلذلك انا احنا صامتين وساكتين الخروج والزعف الى صناديق الاقتراع هو حاولت تغيير المعادله السياسيه ولو 20%. نعم. ولو 20% يعني لو نعم دكتور سامي الجنابي مفكر إسلامي كنت معنا من النمسا، شكرا جزيلا لك.